خزنة 127 اللي فيها إلزام، والباقي هنقسمه بالأرض لله وأودي الله. يالا يا جماعة، انت فين؟ انت كويس؟ عاوز ايه يخلص؟ العملية كلها على النت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انتوا متصورين صوت وصورة وانتوا بتسرقوا البنك. وبالامانة الراجل بتاع الامن مات. وشي باين؟ لا انت كنت متلتم، بس انا عارفك من وسط الف يا ايجار. طب بقول لك ايه، عاوزك تلبني تحت البيت لحد ما اكلمك تاني. ايه؟ سلام يا ايجار. بقى اللي أمرك وزك عشان تودي نفسك في داهية؟ كوبرا يا بيه، هو الراس الكبيرة اللي خطط ونفذ لكل حاجة. مني العمليه تمت. اسال اخوك. ليه؟ هو حربي مش معاك؟ منكش ده ما يخلش عليا يا شيخون. طب سيبك بقى من كل ده وهات الحاجه اللي معاك وتعالى عشان نتفاهم. يعني بقى خلصت من اخوك واللي فاصل اللي معاه عشان اجي اسلمك رقبتي تطيرها لي؟ رايه كبرى، انت مش مأمني ولا ايه؟ ياض، ده انت يا ابني وانا اللي مربيك. تربيه واطيه. طب اسمع بقى روح امك، الحاجه اللي معاك دي صدقتني بقى لما قلت لك ان ابن الحرام ده غفلنا وسرق الحاجه. الدوشه اللي على السوشيال ميديا دي انت السبب فيها؟ لا 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 يا باشا، ده كله في الريش وما يضرش. النهارده هكون عندك بكره الصبح ان شاء الله. اوكي، اهم حاجه انا عايز الموضوع يخلص هنا، مش عايز له اي توابع خالص، مفهوم؟ سلام. اهلا عزيز بيه. اهلا يا دكتور، طمني هتقدر تخرج قريب؟ لا ما اعتقدش، ده لسه قدامنا مشوار طويل. طب من فضلك اهتموا بيها، قدموا لها كل اللي تحتاجه. اكيد يا عزيز بيه، احنا بنعمل كل اللي بنقدر عليه. وتعملوا اكتر من اللي تقدروا عليه. شكرا. نعم. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. قفل التليفون ابن الجزمه. حربي امورني، انا عاوزك تسخر طوب الارض، اي حد خدمنا يجي برجالته، واي حد ليه دين عندنا يجي برضه برجالته. انا عايزك تعمل قرد، عايزك تقصد الواد ده وتعرف مكانه. طب ايه، مش ناوي تاذن الواد؟ انا كاتم غيظي عنك. انا مش طالب منك غير انك ترفع حمايتك عنه. الارض ده لو مرجعش بكره الصبح احنا كلنا كده بربطة المعلم، هنترمي في الدرج الاسفل ويتردم علينا. خلاص يا شيخور، الحاجة هتبقى عندك النهاردة. اخ، وانت اخفى، مش عايز عينيك تشوف الاسفلت.
ناقصه بقى البوليس يعرف ان احد من الرجاله اتصاب. امرك كبير. وانت خد الحيوان ده ارميه عند ابراهيم الجزار يطلع الرصاصه اللي في كتفه وخفيف اي داهيه. يلا يلا. ما تقول كلام يدخل عقل حريات. رايح تسرق بنك مع ناس ما تعرفش منهم غير واحد بس. صراحه يا باشا اعرف واحد كمان غير شداد. اهو ده الكلام. اسمه ايه؟ اسمه علي يا باشا. علي وبنقول له كبر. كبر؟ اه يا باشا كبر. واد مسجل ولوف النوش من زمان. هو اللي جمعنا وفهمنا انها عمليه هتخلص في ثانيه الا ثانيه وانه رسم خطه تعجز الحكومه ذاتها. والله هو اللي قال يا باشا انا ما وافقتوش. اما باين والباقيين؟ الباقيين ما اعرفهمش يا باشا. كوبري قال ان هم من رجالته وجم على التنفيذ على طول. ما كنتش اعرف انه هيغدر بينا ويهرب بالفلوس. تمام. كلام على ايه يا قلبي؟ تمام يا اسطى. انا تمام. الموضوع كان بيمننا لك ايه؟ ما تقلقش. بقول لك ايه، عايز انا كلمات خلي الشارع ما تدربش. لو حسيت باي عوق بلاغيني. خلي بالك من نفسك يا اسطى. غلط على سلامك يا عبد الرحمن. ايه مالكوا في ايه؟ احنا اللي مالنا؟ انت اللي مالك يا ابني؟ انا مفيش حاجه. انتوا في حاجه؟ احنا مش عاملين حسابك في البقسماط. اسكت انت، تعالى سامح عاوزك. بقول لك يا سامح، انا هغيب كام يوم على البيت كده. خد الفلوس دي، عايزك تمشي بيها البيت وتدفعي مصاريف الجامعه بتاعت عبد الرحمن بنفسك. انت جبت الفلوس دي كلها منين يا علي؟ جالي شغل في اسوان، هروح اشد لهم شويه عربيات فدفعوا لي عربون. ايوه يا علي بس. مش بس يلا عشان مستعجل ولازم امشي. يلا تعالي هنا. انت رايحه فين؟ انت طالعه والفلوس في ايدك وجوزك النطع ده بره خبيهم. فيها كوبرا؟ مش فاهم حاجه. بقول لك يا عبد الرحمن، انت من النهارده راجل البيت، عاوزك تاخد بالك من امك واخواتك، واي حد يقول لك عني كلمه ما تصدقهاش. اقسم بالله انا كنت ناوي ارجع نضيف عشانكم وعشانكم برضه اتلطيت. يا ايجار يا ايجار، النجوم سابت السماء ونزلت على الارض. 52 60 بسرعه.